من النشاطات اللي بتشهدها مسرح او جامعه الاي او بي ببيروت معرض فن الخط، رح نحكي اكثر عن هالمعرض مع ريتا باسيل مديره برامج الفنون والاداب بالجامعه الامريكيه ببيروت. صباح الخير. صباح النور، كيفك صباح اليوم؟ النور. الحمد لله ماشي الحال. نحن رح نحكي عن يوم الاثنين ب 13 اذار، رح تستقبل الجامعه الامريكيه ببيروت معرض فن الخط بالويست هول. هيدا لاول سنه رح بيكون المعرض، شو هو تحديدا؟ هيدي أول سنة نحن بمركز الفنون والآداب منفكر نعمل معرض الخط بالجامعة الأمريكية تحديدا. معرض الخط مثل ما بتعرفي بين أعرق وكلاسيك فن يعني، فحبينا نعمله بالأي بي وعملناه إن كولابوريشن مع إرسيكا سنتر بتركيا، وحبينا نجيب مخطوطات من كذا نوع، خط الكوفي والنسخ والجلي مع التذهيب، ونعمل العرض بالجامعة الأمريكية. رح يكون أول مرة هيدا المعرض من عمل يعني. ليش بالاشتراك مع تركيا؟ مع اشتراك مع إرسيكا لأنه عندهم هن خطاطين حازين على جوائز عالمية، فقررنا نعمل كولابوريشن معهم ونجيب المخطوطات على الأي بي. اوكي ريتا، لما نقول مخطوطات يعني ممكن تكون لوحة كبيرة مثل ما عم نشوف هلا، مزبوط. ويكون عليها كتابة معينة بطريقة خط معينة، يعني ما مزبوط. عم نحكي عن مخطوطات قصص او مخطوطات ما بعرف خواطر. مزبوط، هي المخطوطات اجمالا العالم بس بيفكروا انه هي خط باللون الاسود معمول على كانفاس، بس هي المخطوطات فيها فن كتير عريق، ممكن تكون بتبين وقت يخلص الخطاط مثل لوحه فنيه جميله. مزبوط. فيها كتير الوان، بيستعملوا كونسبت التذهيب الجلدينج اللي هو بيستعملوا مية الذهب وبيرسموا حوالى المخطوطه، فبتطلع لوحه فنيه كتير حلوه. طيب كم مخطوطه رح يكون فيه؟ وعلى اي اساس كمان اخترتوهم؟ رح نكون تقريبا عارضين حوالي 80 مخطوطة. كذا نوع خط، اشياء مودرن اشياء كلاسيك، وكذا نوع كاليغرافي، كذا نوع تخطيط يعني. اوكي، من لبنان مين الخطاطين يلي مشاركين؟ في عنا دكتور جمال نجا جاي من طرابلس رح يشاركنا، ورح يعمل مثل معارض لايف يفرجي العالم كيف بيعملوا الخط. والناس عنا جايين كمان خطاطين من تركيا حايزين على جوائز عالمية مثل الخطاط محمد أوزجاي، الخطاط نيكاتي سانجاك توتان، افتالو الدين كليك، فجايبين كذا ناس يعني. نيحة فستيون هيك أساميهم. ايه لأنه عم نشتغل بالموضوع مشان هيك. أوكي، بس من لبنان يعني شخص واحد؟ نعم، من نعم. طرابلس، مع انه نحن عندنا خطتين مهمين جدا بلبنان. مضبوط مضبوط. اوكي، لما نقول عم نعمل معرض للخط العربي او الكاليغرافي العربي، نعم. قديش مهم هيك نوع من المعارض او من النشاطات بشكل عام ليقربوا الخط العربي من الناس؟ لكن هي الفكرة كتير مهمة، لأنه دايما ما بعرف عنا تندنسي أنه نشوف مثلا الغرب شو عندهم إشياء آرتس وهيك، وقتها نضوي على الخط العربي عم نفرجي العالم قدي نحن عنا بالمنطقة شيء فن عريق وكلاسيكي وكتير جميل خصو فينا يعني، هيدا هيك بيمثلنا إلنا. فهيدا شيء الكاليغرافي العربية شيء ايدنتيتي بس لإلنا نحن العرب، فهيدا بحس انه شيء كثير مهم انه نعمله ونضوي على موضوع الخط العربي. اوكي، لايمتى مكفى المعرض ريتا؟ لنهار الجمعه. فاذا من الاثنين للجمعه. اوكي ريتا، شكرا لمداخلتك ولو عبر الهاتف. ميرسي كثير لكم، وموفقين بالمعرض على امل انه يصير سنوي ان شاء الله. ان الله راضي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. نحن معك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، الختام اكيد مع تقريرنا الرياضي. بكره حلقه جديده من اخبار صباح على 7:30، لاقونا. باي باي. أكد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بأنه لا يجب البحث عن أعذار بعد خسارة فريقه بنتيجة كبيرة 6-1 أمام برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب الكامب نو وتوديع البطولة. وأشار الخليفي في تصريحات نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية اليومية، حتى وإن كانت هناك ركلتي جزاء لصالحنا لم تحتسب، لا يجب البحث عن أعذار. لم نلعب في الشوط الأول،
من الصعب تقبل نتيجة لا سيما بعد نتيجة مباراة الذهاب 4-0، ولكن ليس بيدنا أي شيء آخر. وأضاف: استقبال 3 أهداف في 7 دقائق بعد ما كانت النتيجة 3-1 أمر قاس للغاية، مشيرا إلى أنه لم يتحدث بعد مع اللاعبين. وأنهى تصريحاته قائلا: لم أتحدث مع اللاعبين بعد، هذه ليست اللحظة المناسبة. فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا تحقيق حول مباراتي اليوم الأول من جولة إياب بدور 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي جمعت نابولي بريال مدريد وأرسنال ببايرن ميونخ. وذكر موقع توتو نابولي المهتم بأخبار الفريق الإيطالي بأن اليويفا سيحقق في استخدام جماهير الفريق خلال اللقاء أقلام الليزر وتوجيهها إلى لاعبي ريال مدريد لحرمانهم من الرؤية بشكل جيد، إضافة إلى استخدام الألعاب النارية وإلقاء بعض الأشياء تجاه الملعب أثناء وبعد اللقاء. ويحقق يوفا أيضا في شغب الجماهير خلال لقاء أرسنال وبايرن، حين ألقت جماهير الفريق البافاري أشياء داخل الملعب بينما دخل أحد مشجعي الفريق اللندني إلى المستطيل الأخضر. وتعلن لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 23 من شهر أذار مارس الجاري نتيجة التحقيقات والعقوبات الموقعة على كل ناد في حال ثبوت إدانته. يذكر أن ريال مدريد وبايرن ميونخ تأهلوا إلى دور الربع النهائي بعد فوز الفريق الملكي على نابولي بنتيجة 3-1 ونظير البافاري على أرسنال بنتيجة 5-1. أعلن نادي الخلود بمدينة الراس بمنطقة القصيم السعودية وفاة رئيس النادي خالد غانم المزروع أثناء اجتماعه بلاعبي الفريق بعد تدريبهم. وتعرض المزروع لأزمة قلبية في الملعب الرئيسي للنادي أثناء اجتماعه باللاعبين يلي كانوا يستمعوا لتوجيهاته قبل المغادرة صباح الخميس إلى عرعر شمال المملكة لمواجهة فريق عرعر في ذهاب دور 16 من تصفيات الصعود لأندية الدرجة الثالثة المؤهلة لدور الدرجة الثانية. ولم تنجح محاولات طبيب النادي اللي كان متواجد لحظة سقوط المزروع وتم نقله إلى المستشفى في الراس العام الذي أعلن وفاته بأزمة قلبية. وكان المزروع يقضي السنة الرابعة والأخيرة في ولايته الثانية، وقاد الفريق لدور أندية الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه. وظهر في آخر نشاطاته مع عادل الخليفة إدارة الفريق الأول لكرة القدم وهو يقدم هدية تذكارية للواء ركن عبدالله العلولة عضو شرف النادي الذي قدم للاعبين مكافأة التأهل والانتصار على فريق الصحارة في دور 32. من جهة أخرى طالب صالح الخليفة نائب رئيس النادي من لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل المباراة وتم ذلك بعد موافقة عرعر. أصبحت رابطة الألتراس تمثل أزمة حقيقية لإدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر قبل لقاء بيدافست الجنوب أفريقي المقرر إقامته يوم السبت في جولة الذهاب بدور 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا. وحصل النادي الأهلي على موافقة أمنية بحضور 5000 مشجع في لقاء بيدافست بإستاد السلام، ورفضت الإدارة الحمراء طرح التذاكر بالسوق وفضلت منح أعضاء النادي 1000 تذكرة بجانب توزيع 4000 تذكرة على المشجعين يلي سجلوا بياناتهم على قاعدة بيانات النادي. وتخشى إدارة الأهلي حدوث أي رد فعل من رابطة الألتراس بالتمسك بحضور اللقاء باستاد السلام، خاصة في ظل الجهود الكبيرة اللي بذلها المهندس محمود طاهر للحصول على موافقة الأمن بإقامة اللقاء على ملعب السلام بحضور جمهور. وجه اللواء شيرين شمس مدير النادي الأهلي في تصريحات خاصة لموقع كورة رسالة لجماهير الأحمر وطلبهم بالالتزام وعدم الشغب، خاصة أن مباراة بيدافست ستكون اختبار حقيقي للجماهير. وأضاف: نتمنى خروج المباراة بسلام ودون أحداث شغب، خاصة أن الأهلي يحتاج جماهيره في المرحلة المقبلة وفي بطولة أفريقيا. ولم تبدي رابطة الألتراس أي تعليق بخصوص حضور المباراة، إلا أن إدارة الأهلي أخبرت الأمن بتخوفها من إمكانية حدوث أعمال شغب وطالبت بتفتيش الجماهير ومنع حمل أي ألعاب نارية أو شماريخ.